انا روجيدا دوسيان، انا ونتالي بنحب بعض من 7 سنين. فرحنا كان من 3 سنين، كنا فكرنا ان احنا نعمله السين بتاع ديزني عشان هي بتحب شخصيات ديزني، وانا فكرت السنه دي انه ده احتفال جوازنا الثالث ان انا اعمل لها السربرايز ديت، ان احنا نعمل نفس اللبس تاني ونفس البنات هيلبسوا نفس الشخصيات تاني، واعملها لها مفاجاه. النهارده انيفرسري بعدها ب3 سنين، روجي عايز يعمل سربرايز لناتالي، فكلمنا وقال لنا يا بنات انا يعني عندي امل نعيد تاني اللي احنا عملناه في الفرح، فادينا اهو اجن كابل واحلى كابل. دول التجربه الناجحه الوحيده اللي انا اعرفها تقريبا. فعشان كده بقول لك بنعمل لهم اي حاجه، او انا شخصيا انا مستعده اعمل لهم اي حاجه. المختلف المرة دي إن إحنا مخلفين ولد وبنت، الولد عنده 2.5 سنين والبنت هتتم سنة خلاص، فأنا جبت لهم الشخصيات بتاعت ميكي وميني من أمريكا، وهلبسها لهم وعمل لها مفاجأة إن هي هتتفاجئ إن إحنا كلنا لابسين وزيادة علينا الولاد. تخيل إنها هتقول لي على فكرة أنا كنت حاسة. بس أكيد هتنبسط قوي قوي قوي، وهي بتحب الحاجات دي، ودي كانت فكرتها اصلا، فاكيد الموضوع بالنسبه لها هتبقى مفاجاه حلوه. متوقع انه اول حاجه هتعملها ان هي هتحضني، يعني هو مش هتبقى مصدقه انه ده حصل، عشان احنا انا ما قلتلهاش ان انا عامل حاجه زي ديت، وبعدين احنا قضينا الانيفرسري بتاعنا امبارح، فهي مش متخيله انه ده ممكن يحصل النهارده. يعني امبارح احتفلنا عادي جدا، كنا قاعدين في البيت عشان كان عيد جوازنا، فما كانش جاي في مخي خالص انه ممكن يكون عامل حاجه النهارده، لغايه بقى ما دخلت هنا ولقيت مزيكا اللي انا بحبها شغاله، وبعد كده لقيت ناس كتيره معزومه، ففهمت كل حاجه. انا عامل هاشتاج اسمه جواز حلو مفيش كلام على الفيسبوك، ده بيشجع الزوج والزوجه ان هم يعملوا عشان خاطر بعض، عشان خاطر ولادهم، عشان خاطر البيت ينجح. مفيش مشكله ان انا اعمل لها سربرايز، حتى لو بوكيه ورد، مش لازم ان انا اعمل لها حفله واعمل واعمل واعمل، بس مجرد بوكيه ورد لو عملت لها ده هي هتعمل لك حاجات كتير قصاد ده. احنا اللي جوانا بيعمل، مش الظروف هي اللي بتعمل. انا عايزه اقول له ان انا كمان بحبه قوي، وعايزه اقول له يعني مش عارفه ازاي اشكرك انه بتعيشني تاني يوم حلو في حياتي بعد ما ده كان احلى يوم في عمري كله، بتعيدهولي تاني، فدي حاجه كبيره قوي. الجواز طول عمره حلو مفيش كلام، وعمره ما هيكون غير كده.